تسليم الدرع ونقول لسكة الحديد مجهود مشرف ونقول لنادي الزمالك بقى في تسليم الدرع مرحبا بك و مبروك عليك الدرع ونادي سكة الحديد رايحة على لاعبتها عشان تهني الجماهير سكة الحديد رايحة كلها هنا السكة الحديد عملوا انجاز كبير جدا النهارده في ان هم ينتزعوا نقطه من فم الاسد من نادي الزمالك وايه في يوم تتويج بطل وعملوا مجهود كبير على امل ان هم يقابلوا العرب ونجحوا في ان هم يحققوا صحصحت الجماهير اللي باينه في الصوره وابيض الملعب زي ما احنا شايفين وزي ما احنا بنقول دايما الدرع على التراك تحت وهنشوف مين اللي هيسلمه لسه ما بانش معالم التسليم المصورين اهو دي الدرع شايله اشرف قاسم ورايح بيه بيتصور اهو اشرف قاسم وهشام يكن اسعد لحظات بالنسبه للاعيب واسعد لحظات بالنسبه للجماهير واغلى اللحظات بالنسبه لمجلس الاداره ورئيسه تلك هذه اللحظه اللي بيتوجوا كلهم مجهود موسم بالكامل لو عرف اللعيبه والانديه معنى البطوله ومعنى هذه اللحظه لزرفوا العرق طوال الموسم بصرف النظر عن اي اغراءات. النهارده نادي الزمالك بيحتفل بهذا الدرع تتويجا لجهوده هذا الموسم. اتنقل هشام يكن واشرف قاسم الى جماهير الزمالك العريقه عشان يتعانق الدرع مع الهتافات واللاعبين في هذا اليوم الكبير لنادي الزمالك. الصوره مش عاوزه اي توضيح والفرحه مش عاوزه اي توضيح وقطعا بقول ان هذا الموسم من امتع المواسم ومن اشقها بالنسبه للزمالك محرز البطوله لانه اقتنص البطوله بمجهود كبير جدا وبشق الانفس وايضا في القاع اللي هرب بشق الانفس ولا زال فرقتين هم هيتسارعوا على الهبوط المقاولين واسف درع الدوري العام في نص الجدول نلاقي ان النادي المصري كان بادئ بدايه قويه وبعدين تخلى عن المقدمه. النادي الاهلي انهى الموسم بقوه واحرز 30 نقطه ودخل في منطقه تناسب يعني المجهود بتاعه هذا الموسم. الاسماعيلي والمحله والاولمبي الفرسان الثلاثه اللي كانوا بيتتبعوا نادي الزمالك تركوا الساحه لنادي الزمالك ولكن بعد مجهود مشرف انهى الاسماعيلي الذي ظل انه يتابع ويلاحق نادي الزمالك الى ان انهى الزمالك الدوري لصالحه وفي الاسماعيليه الاسبوع الماضي. درع الدوري وبيطوف بنجوم نادي الزمالك لتحيه جماهير نادي الزمالك وكله بينادي على فاروق جعفر ومستر مكاي ولهم الحق تماما ان فاروق جعفر ومستر مكاي وعبد الرحيم وسمير وممدوح مصباح وزلفقار ومحمود صالح لهم الحق تماما ان هم يسعدهم بتلك اللحظات التاريخيه. ستظل هذه اللحظه سيشعر بها اللاعب بعد ان يعتزل وبعد ان يغادر الملعب انها اسعد لحظات حياته هذه اللحظه. لحظه تتويج مجهوده ومجهود مدربه ومجهود اداريه ومجهود جماهيره.